فاكرين الراجل اللي كان بيقول اختراع؟ الاختراع ملوش نهاية يا كوتش. ايوه هو الاختراع ده اختراع. اختراع مش موجود منه في العالم خالص. تقدر تفتح الباب وتقفل الباب من اي حتة في العالم بمكالمة موبايل. امسك التليفون ورن على الكالون الباب يفتح. فين؟ في اي حتة. مأمن بيتك، مأمن شقتك، مأمن فيلتك، مأمن شركتك، مأمن المؤسسة، حتى كل المخازن. تقدر تقفل الباب قفل مصفح. يعني ايه مصفح؟ يعني ما ينفعش تفتح الباب الا لما تهد الحيطة. الكالون الذكي المصفح. الكالون بيشتغل بمكالمة موبايل. رنة واحدة تفتح الكالون زي كده. انا اتصلت بالباب بيرن اهو معايا. مجرد يرن اقدر ادوس على الزر ده افتح الكالون. كده انا قفلت الكالون اهو. كده قفلت فتحت. طول ما المكالمة بترن طول ما اقدر اقفل وافتح. عايز خلاص الغي اروح مكنسل. كنسلت اهو. اقدر ادوس دلوقتي خلاص. كده مفيش اي خاصيه. ليه احنا عاملين المفتاح ده مع رنه التليفون؟ ليه مش رنه التليفون بس؟ لان وارد ان اي حد يرن مكالمه غلط، اي حد صار غلط كده يفتح الكالون. لا، فدوت سيفتي امان مع مكالمه الموبايل. فانا وانا برن بدوس على الزرار ده يفتح معايا. الزرار ده من غير المكالمه ملوش لازمه، والمكالمه من غير الزرار ده ملوش لازمه. الاثنين سيفتي للكالون. كده انا عندي خاصيه اولى ان انا اقدر افتح عندي مثلا مخزن او شركه كبيره ما اديش المفاتيح لحد من العمال او الموظفين. وارد جدا ان الموظف او العامل ايا كان يجي في وقت ما انا قافل او وقت ما انا مسافر او وقت ان انا اجازه او وقت الفجر يفتح الشركه وبعد كده ياخد او يسرق او يعمل اي حاجه في الشركه وبعد كده انا مش شايف عنه حاجه لان انا مديله المفتاح. لكن هو دلوقتي ما معهوش مفتاح. لما بيجي يفتح الشركه الصبح بيروح متصل بيا يقول لي انا قدام باب الشركه اروح انا فاتح له الباب. يبقى انا عرفت انا فتحت امتى وعرفت ان انا قفلت امتى. زائد وده الاهم ان الكالون ده مصفح بالكامل. يعني ايه مصفح؟ كلمه مصفح في اللغه يعني يستحيل فتحه. حد يقول لي طب ما الباب اللي هو المصفح اللي بيتباع اللي هو التركي او غير التركي اللي بيتباع في كل دول العالم ده في ست كوالين وكذا. طيب احنا عندنا نقطه مهمه قوي. ازاي الباب المصفح اللي بيتباع اللي بست كوالين ده مش مصفح؟ ان انا عندي هنا الترمبه دي بتاعه المفتاح مجرد ما بفتح بيفتح لي الست كوالين كلهم. طب ما خلاص انا لو انا محترف هعمل ايه؟ هروح ضارب السيستم اللي جوه الترمبه دي. مجرد ما الترمبه انا فكيتها بالشفره، يعني طبعا الناس المهاره عندهم كتير جدا دلوقتي، باي شفره تتفتح الكوالين ديت هروح فاتح لي الست كوالين. كده خلاص ما بقاش باب مصفح. ليه؟ هيتفتح معايا عادي. لكن عايز اقول ان الكالون ده مفيش اصلا ليه قطعه بره. يعني اللي حب يجي يسرقه او يحاول يفتحه ايا كان احترافه كحرامي مفيش حاجه بره يشتغل عليها عشان يفتح الباب. مفيش اي حاجه بره. الباب من بره مصمم بالكامل. الكالون ده القديم اللي في الباب احنا مالناش دعوه بيه. لكن انا بتكلم على باب انا مثلا جايب باب مصمم مفيش اي فتحات. فالكالون ده بيركب جوه وملوش اي قطعه خارجيه. فاذا الحرامي او اللي عايز يسرق مش هيعرف يشتغل على قطعه بحيث انه يفتح الباب. مش هيعرف ابدا. فدوت تصفحه بيجي من هنا ان حتى لو حبينا احنا كشركه لو حبينا نفتح الكالون ده من بره يستحيل فتحه. احنا اللي مصنعينه يستحيل فتحه. عشان تفتحه لازم يا تكسر الباب يا تكسر الحيطه. لذلك هو مؤمن بالكامل. الجزئيه الثانيه اللي احنا مأمنين بيها الكالون اللي هو المصفح بالكامل. ليه انا بقول مصفح كل مره؟ لانه فعلا مصفح. فعلا مصفح. عايز تفتح الباب هد الحيطه. حلك الوحيد. في كمان خاصيه مهمه جدا اتفقنا عليها ان احنا الباب لو اتفتح في اي وقت من قبل موظف من قبل حد من الاولاد الزوجه اي حد انت مديله صلاحيه انه يفتح الباب مجرد ما الباب يتفتح بيجي لك رنة على الموبايل ان الباب يتفتح. دي من ضمن الحاجات اللي مأمنها الباب بالكامل. لو انا دلوقتي الموبايل معايا اهو وانا جيت فتحت الباب كده هنشوف دلوقتي هيجي لنا رنة على الموبايل. كده الباب بيرن عليا بيقول لي ان حد فتح الباب. تمام؟ فاذا معانا سلاح ذو حدين. احنا نفتح ونبقى عارفين فتحنا. اذا حد فتح
من الناس اللي معاها صلاحيه تفتح الباب، هنعرف ان الباب اتفتح امتى بمكالمه الموبايل، ونعرف وقتها بالتحديد ونقدر نتعامل مع الوضع. فده بيضيف الى ان الباب مصفح. كلمه مصفح بالكامل؟ لا، مصفح بالكامل بالكامل بالكامل. الجزئيه الثانيه، ان هنفرض ان الكهرباء قطعت، نقدر نستخدم البطاريات اللي جوه شغاله لوحدها اوتوماتيك لحد معانا من اسبوع ل 15 يوم حسب استهلاك الكهرباء. فدوت برضو من ضمن السكيورتي او السيفتي اللي احنا عاملينه في الكهرباء. يبقى احنا عندنا اول حاجه ما يستحيل فتحه ابدا ابدا، لان ما فيش عندنا قطعه اشتغل عليها حرامي من بره. الحاجه الثانيه، يتفتح من اي مكان في العالم بمكالمه موبايل واحده. الحاجه الثالثه، ما فيش حاجه اسمها مكالمه موبايل تيجي غلط وان الكلو يفتح لوحده، لان الزرار دوت بيشتغل مع مكالمه التليفون. الحاجه الرابعه، ان الكهرباء قطعت يستحيل برضو انه يعطل، لانه بيشتغل من اسبوع لاسبوعين بالبطاريات الداخليه، ولما الكهرباء تيجي بتشحن اوتوماتيك لوحدها. الحاجة الخامسة، ان احنا مش محتاجين انترنت نهائي، ده بيشتغل بمكالمة موبايل عادية، شبكة اتصالات فودافون مومنيل ايا كان الشبكة، مش محتاجة انترنت نهائي. نقدر نتكلم في اي وقت مكالمة موبايل، حتى لو مش من التليفون بتاعك، من اي خط في الشارع. لو انا تليفوني مثلا خلص رصيد، اقدر اتصل من اي تليفون في الشارع عادي جدا، لان هي مكالمة موبايل موحدة ما عليهاش اي شروط. فالمكالمة اللي بتتم زائد الضغط على الزرار بيفتح الباب، فما نقلقش ابدا، لان يستحيل ابدا ان يكون في ثغره في النص. احنا كشركه حتى ما عندناش ثغرات نقدر نفتح بيها الكلام. لو احنا رحنا جبنا باب مصفح اشتريناه اغلى باب في السوق، ونكلم الشركه اللي بتبيع الباب ونقول له طب افرض المفتاح ضاع مننا، نعمل ايه؟ يقول لك المفتاح ضاع منك، كلمنا واحنا هنبعت لك واحد يفتح لك الباب. اذا في وسيله لفتح الباب المصفح اللي هو بثمنه بيعدي من 2000 ل 10000 جنيه، واحنا بنقول عليه مصفح. هو مصفح ضد الكسر، يعني في واحد يخش في العربيه مش هتفتح، لكن نقدر نطفشه ببنسه شعر يتفتح بسهوله جدا. لكن ده مستحيل، لان ما فيش اي حاجه في الباب من بره، الباب من بره مصمت، ما فيش اي قطعه الحرامي هيشتغل عليها. بالنسبه للرصيد بتاع التليفون لو خلص وانا عايز اتصل، ممكن اتصل من اي تليفون في الشارع او اي تليفون زميل او صديق ونفتح الكالون. طبعا واحد هيقول طب ما كده الرقم بقى معاه، الرقم معاه مش هيفتح لوحده، احنا اتفقنا ان لازم مكالمه موبايل والضغط على الزرار ده، لازم الاثنين مع بعض. لو اتصل مكالمه مش هيفتح، ولو دوس على الزرار بس مش هيفتح. الحاجه السادسه، ان خط الموبايل اللي متركب في الجهاز ده تقدر تشتري خط بنفسك، بتجيب الشريحه بنفسك بتسجلها باسمك وبتيجي بتديها لنا قدامك، واحنا بنركب لك الجهاز قدام عينيك، بنحط لك الشريحه جوه الجهاز من غير ما نعرف رقمها كام. فبالتالي بقت برضو الشريحه مؤمنه، مع ان ما ينفعش حد يتصل بالشريحه الا لازم يدوس على الزرار. ففي الحالتين لازما يكونوا مع بعض، انت بتجيب الخط بنفسك بنركبه قدام عينيك بنفسك من غير ما نعرف رقم التليفون كام. مكونات الجهاز مصفحه مصنوعه كلها من حديد خاص تخانته 5 مللي، كل الحديد ده 5 مللي، الأرضية بالداخلي بكله 5 مللي. أما بالنسبة للسان اللي بيقفل، اللسان ده طول معانا هنا 5 سنتي ونص، والتخانة حوالي بوصة 2 سنتي أو 2 سنتي ونص. طبعا هو أصلا لو حوالي سنتي أو أقل من سنتي مش هيتفتح، بالإضافة لل 2 سنتي ونص يعني يستحيل فتحه نهائي نهائي نهائي، مهما عملنا مهما زقينا يستحيل فتحه. الحاجة اللي بعد كده، ان الكالون زي ما احنا شايفين طوله متر. ليه طوله متر؟ حاطين احنا صباعين هنا لسانين هنا عشان يبقى ماسكين الباب بالكامل. الصباعين دول في نص الباب بالظبط، ما بينهم حوالي 70 سنتي. فاحنا لو احنا حطينا الكالون ده من فوق هنا بس، ممكن من تحت يتزق، وعلى نفرض انه ينفع يتزق، وطبعا ده مستحيل. لا، احنا حاطين كمان واحد تحت يبقوا اتنين. بالنسبة للكالون ده متركب في الحيطة، مخروم في الحيطة دي، ومتثبت بكوابيل معدنيه من بره الحيطه لجوه، يعني مربوط في قلب الحيطه، بحيث ان هو مش مربوط في قشر الحيطه لو اتزق يقع، لا، بالاضافه الى انه مربوط كمان في حل الباب. يبقى مربوط في حل الباب ومربوط في الحيطه، ومفيش اي حاجه باينه حواليه من اي جنب، نظافه بالكامل في تركيبه. فهو يعني لو دخلنا على متانه، لو احنا قلنا ان الكالون ده متركب في مخزن في الشارع، لو حد حب حتى يتعافى عليه بعتله باي ادوات معدنيه مش هيقدر، لازم يخش في الباب بعربيه عشان يكسر الحيطه ويكسر الباب. طبعا ده مستحيل لانه هيعمل دوشه كبيره جدا. كده المفروض ان انا جاي من بره المؤسسه او من بره المنشاه، تمام، او بره باب الشقه ايا كان الباب، وانا جاي هبدا ارن وانا قدام باب الشقه. فتحت، اقدر اقفل طول ما هو بيرن، اقدر استعمل الزرار. قفلت، فتحت،
تمام؟ قفل؟ قفل. كده انا ما عنديش اي حاجه في الباب الحرامي يقدر يشتغل عليها، ما عنديش اي حاجه غير الزرار ده. والزرار ده عمره مهما فتحته وشلته وفصلته وعملته ملوش علاقه خالص بالكالون، ما يقدرش يفتح بيه الكالون حتى لو احنا اللي بنعمل ده. احنا اللي صانعين الكالون ما نقدرش نعمل اي حاجه في اللي بيها تفتح الكالون. اذا الباب مصفح بالكامل. طول ما التليفون بيرن زي ما اتفقنا اقدر افتح واقفل. افتح واقفل. اقفل وافتح. اقفل. زي ما احنا شايفين كل مره بقول يستحيل فتح. اثنين سجان في نص الباب، عشان تفتح الباب لازم تهد الحيطه او تهد الباب. واحنا كده خلصنا من القصه بتاعت السرقه. الكالون الذكي المصفح حلك الوحيد لتأمين منشآتك.